أهلين عزيز. أهلين بالمعلم عاصم. شبك؟ ما في شيء والله، بس هيك تعبان شوي. طيب ما تروح ترتاح بالبيت؟ إيه هلا بروح، بس هون يلا عم ريح شوي هون. شو رأيك تشرب لك كاسة شاي؟ إيه والله بكون فضلت على راسي. فضل الله فضل الله، تكة وجاييك. السلام عليكم. السلام. قال يا عدين فيكم شر الجايين. ميالك عزيز؟ شوفت عينك معلم فيار؟ يا على حديثة، حدا ببيع بهالليل مين بده يشتري منك؟ لك شو بدك من سلمة؟ شو بدك فيه؟ وانت شو حصلك بيني وبينه؟ الله يسامحك، لك ما حكينا شي يا بضاي. قالوا له لكثير الغنمة نص الدنيا إلك، قالوا نص الثاني لمين؟ لمين هي يا بضاي؟ واضحة إلك. إيه روح سوي لي كاسة شاي. سكرنا عمي سكرنا. ايوه. وهالناس اللي قاعدة مثل ما سمعت عم قلك سكرنا، إذا بدك تشرب شاي فوت تشرب شاي جوا. إيه لا البراني بسكره بالليل. هون بدي اشرب بالبراني. ما في شاي. لا ما الله هالناقص جاي تمرجل على المسكين عزيز. تطلع 60 ناقص، أنا عليك بتمرجل مو على المساكين. هون احنا ما في عنا مرجلة. بدك تتمرجل؟ روح تمرجل في بيتك. هو غلط بحقي عمي ابو حاتم. وانت هلا غلطت بحقه وغلطت بحق الحاره كلها. شو هي تتمرجل عليه ولك؟ ها؟ عمي اذا انا غلطت بحق اهل الحاره هلا بستسمح منهم بوس راسهم واحد واحد، بس انت اسمع مني شو صار. الله وكيلك، كنت ماشي شفت عزيز، قلت له حدا ببيع بهالليل، هذا اللي حكيته. وشو يعني كفرنا؟ اعوذ بالله، انت ما بتحكي غير مدوزلك فياض. الله وكيلك يا عمي ابو حاتم، الشغله اللي صارت مثل ما رح اقول لك. اجا اخونا فياض قعد على الطاوله على الكرسي، قال له بدي كاسه شاي، قال له حل عنا سكرنا، هذا اللي صار. عزيز تعال هون. خبرني يا عمي ابو حاتم. قل لي شوف، بس هيك حكى معك فياض؟ ايه يا عمي ابو حاتم بس هيك حكى، بس قالها يعني بمسخرة. لا عزيز أنا شو في بيني وبينك؟ والله مو مسخرة، شو في بيني وبينك احكي. شو في؟ استهلك 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 العمى طلبك انت وياه. شو في يا حاتم؟ ما في شيء ما في شيء. عزيز وفياض عم ياخذوا بيعطوا مع بعضهم بالحكي، هي كلها ما في شيء. يلا يلا رجال يلا يلا شغل يلا على شغل يلا يلا سيستم. حاضر سيدي. هاتوا لا يا ابني لك يا مسكين يا فياض أكلها. السلام عليكم عم أبو حاتم. عم تتقاوى على واحد درويش مسكين على باب الله؟ والله لا خلي الشام كله تسمع بصريخك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك هذا بجودة سمعاتي، كل ساعة أنا شكل بيروح وبيجي. يا والله يا عم. لك يا عزيز يا عزيز عمرني عمي حاتي. لك شبه روح على البيت بقى نام ارتاح عشان تعرف تشتغل بكرة. والله ما في قرنة نام فيها عمي. شلون ما في قرنة تنام فيها؟ جوز أمي قلعني من البيت ومشان هيك أنا رجعت بالليل على الحارة. لك 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 الله لا يعطيه عافية، وين بدك تنام لك أنا؟ لا والله ما بعرف عمي ما بعرف. طيب عمي ابو حاتم خلينا نام بالقهوة. ايه بس برد عليه بياخد برد. لا تاكل همي انت عمي، لا تاكل همي، انا بدبر حالي والقهوة دافية. لا لا اسمعني هلا تعال معي على البيت هلا بعطيك فرشة والحاف بيتغطى فيهم. إيه. يلا تعال تعال. الله يديمك عمي الله يديمك. ابن عمي كأنك مالك مبسوط. شو ماني مبسوط؟ طاير عقلي ما بدي احلى من هيك. تفضل. ابن عمي إذا ما أنك مبسوط وما عم تتسلى ونطلع نكفي السهرة عندي بالأوضة. نعم نعم يا بعدين شبنا هدى مو شايفتنا قاعدين ومتركنين. هلا لا تبلشوا لا تبلشوا تنزعوا لنا السهرة، ما بدي اطلع لعند حدا خلص قاعد هون مبسوط. كلي يا بي كلي. تفضل ابن عمي. ابن عمي شو رأيك اللعبة لعبة حلوة؟ لعبة شو؟ من حزرك حزازير ويلي ما بتحزر حزورتها تطلع بتكفي عند السهرة. ايه ما يا عمي قاعدين هلا. الله يوفقك يا عمي. ماشي بس لا تلعبون ها مشان ما ضوج يطلع خلقي. لا لا حلو. ايه يا ابن عمي اسمع،
في شيء اذا كتر بيغلط واذا قل بيرخص، شو هو يا حزرك؟ شو اذا غلي بيغلط واذا تكي شوي هيني لعل. اي والله مزبوط يا ابن عمي. هاتي لنشوف هدول. اسمع هي هن شغلتين، ضو بلا نار ونبات بلا بدار، شو هن؟ شو ها؟ ضو بلا نار ونبات بلا بدار. تكي ايه هيني، ضو بلا نار العيون ونبات بلا بدار الشعر. هيني شلون عرفتن ابن عمي؟ والله صعبين. لك انا ابو شوكت انا. هاتي ست لطفيه هاتي. ايه انا الخفيفه انا اللطيفه، بقوم من حجر الوزير وبقعد بحضن الخليفه، بزيح العمايم وبخلي الحبيب نايم. مين انا؟ يخرب بيتك شو ها؟ عيديا عيديا ما فهمت عيديا. ماشي انا الخفيفه انا اللطيفه، بقوم من حجر الوزير وبقعد بحضن الخليفة، بزيح العمايم وبخلي الحبيب نايم. مين أنا؟ هيني المخدي. يو ايه شلون عم تعرفون ابن عمي؟ والله صعبين. لك أنا بحذر اللي ما انحذر. قومي قومي انت وياها، يلا فرونا بريحة طيبة، يلا كل وحدة على أوضتها، هي خلصت الألعاب. سهرانين ابن عمي. قومو يلا، هي حذرنا الحساسين، يلا هبونا. يلا تعي يا بي تعي تعي. والله بلاكي ما كنت هالي اللي عملها لطاولة زهر وحاجي على والله مدري. شو أمرتوا سيدي؟ أمرتوا حضرتكم نخلي سبيله للسيد الفاضل فياض؟ إيه معيتك أبو جودة، فياض على باب الله. إيش كان فياض على باب الله؟ نحن شو؟ معلش أبو جودة، زكاة عيونك. فياض مسكين بيجوز غلط، بس ما بيصير يبقى بالنظارة لهلا، ما بيجوز من الله. بعدين أنت قلبك كبير وما بترضى تضيم واحد صغير. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا واوي، بتبيض الوش، الحقيقة عليك لسان بتمسح فيه الأراضي. ليش هيك عم تحكي معي يا معدال؟ سدني أكلك العمى ضربك، مناصر تقعد مطرح تعطيني أوامر كمان. اسمعوا لك، يا بتروح تحمل حالك وتنقلع من خلقتي، يا منزلك لعنده على النظارة اضحك بدن فلا خليك 30 نهار ما توقف على رجليك. العب لك شي حلو والله، ناقصني الواوي. تعال شوف تعال. امرني عمي ابو حاتم. هذا شوف هاد امرك. عزيز انت شو بتعرف تشتغل شغله غير هالبسطه هي تبع الاحجار والصابون عم تبيعها؟ والله ما بعرف اشتغل شيء، يعني ما بعرف غير هاي الشغله. لا لا هيك ما يمشي حال، انت لازم تتعلم صنعه، تاكل مرا خبز، تفتح بيت، تتجوز. انا بدي افتح بيت عمي وبدي اتجوز، يعني انا مو ملاقي مطرح نام فيه. لا هي انك مالك حاطط عينك بعين ربك حتى تصير. اعوذ بالله عمي، انت قل لي شو بدك لاعمل. شوف عزيز، أنا حبيتك ومعتبرك مثل ابني، مشان هيك رح أوقف معك وساعدك. اسمع، نحن جايين على الشهر الفضيل، رح أعمل لك بسطة مرتبة تبيع عليها عرقسوس، تمر هندي، تماري، اللي هو. وبعد شهر رمضان بدك تتعلم صنعة، صنعة تاكل مراها خبز وتصير رجال متل عالم الناس وتفتح بيت. شوف يا بي، فهم هي، الرجال بدون صنعة مثل السمكة بدون مي، فهمت؟ بأمرك عمي بأمرك، الله يخلي لي اياك يا رب ويطولنا بعمرك. بس شوف عزيز، بدي شغلي منك. انت بتأمر. ما بدي لوفك، انت مسؤول مني، شو ما صار زاحلي هيك ولا هيك بينحكى علي انا. اعوذ بالله عمي، لك ما عاش اللي بده يحكي عليك، لك انا من ايدك هي لايدك هي. خير، اتكل على الله وروح كمل شغلك، وان شاء الله هاليومين بنحضر لك البسطه. امرك عمي، يلا السلام عليكم. يا اهل المرور والعز والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، ننسى الايام الصعبة وبالمحبة.
سيد أفراح.